الحديث أكثر عن تفاصيل هذا المؤتمر معنا الآن من جدة وعبر سكايب الدكتور محمد سرور الصبان المستشار الاقتصادي والدولي. صباح الخير عليك في البداية دكتور محمد، لو أمكن أن نبدأ بمدى أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية المؤتمر كبيرة جدا في هذا التوقيت، لأننا في مرحلة جديدة لاستكشاف كيف ينمو الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كورونا. هذا التحدي الكبير هو الذي يجمع المتحدثين حوالي 150 متحدث من مختلف دول العالم، بعضهم حضوريا في الرياض والبعض الآخر افتراضيا عبر الإنترنت. في كل الأحوال أنا أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يشرف على هذا المؤتمر قد أعلن من خلال رئيس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان، أعلن استراتيجية الاستثمار في الفترة القادمة وفرص تحقيق التنوع الاقتصادي للتقليل من الاعتماد شبه المطلق على الإيرادات البترولية. فالأهمية كبيرة جدا لهذا المؤتمر، خاصة وأنه سيجمع الكثيرين من الرواد الاستثمار، رؤساء شركات إلى آخره. فهذا بإذن الله سيؤدي إلى تحقيق نجاح كبير له. طيب دعنا نربط نوعا ما بين هذا المؤتمر والمصالحة الخليجية، إن كانت هناك علاقة طبعا في رأيك، لأن هناك من يرى أن المصالحة قد تجعل السعودية أكثر قدرة على قيادة حملة لجذب مقار الشركات العالمية الضخمة إلى المملكة. المصالحة الخليجية حتما هي في صالح دول مجلس التعاون جميعا. العمل المشترك أفضل من العمل الفردي. هنالك الكثير من المشروعات والقرارات التي تعطلت في الفترة الماضية نتيجة لعدم وحدة جهود دول مجلس التعاون. الآن من خلال الجهد المشترك، من خلال وجود مجلس التعاون، من خلال تفعيل الاتحاد الجمركي، يستطيع مجلس التعاون أن يفاوض دوليا باسم الدول الست الأعضاء في المجلس، وهذا يعطي قوة. ولا أعتقد أن هنالك تنافسا من خلال مجلس التعاون، إنما هو عمل إيجابي موحد للجميع. ولكن على ذكر كلمة تنافس، يعني المملكة بنفوذها المالي القوي اليوم برأي البعض تنافس الإمارات لجذب الشركات إليها وتنافس العديد من البلدان الأخرى أيضا في المنطقة، ولكن هل من الممكن أن يتسبب هذا في أزمة بسبب المصالح الاقتصادية؟ لا أعتقد. دول المجلس التعاون لها أنشئ المجلس منذ عام 1981، وصحيح أن الإنجازات ليست بالكبيرة جدا كما كان يتصور، كما كان يطمح المواطن الخليجي، لكن في كل الأحوال الدول هذه بينها تكامل وليس تنافس. ووجود أو ظهور الأمارات أو ظهور السعودية وغيرها في كمركز مالي أو كمركز استثماري هو يسعد جميع الدول ويلقي بأثاره الإيجابية على جميع الدول. كلنا يعرف كيف استفادت دول الخليج من النمو والازدهار الذي حققته، على سبيل المثال إمارة دبي. لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مشاكل، بالعكس سيؤدي إلى مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون. طيب دكتور محمد، يعني وصف هذا المؤتمر بدافوس الصحراء ربما لأسباب أكثر من التوقيت فقط، هل ينافس هذا المؤتمر ما يقوم به دافوس من حيث الأهمية والقيمة؟ مؤتمر دافوس الذي يعقد في مدينة دافوس في سويسرا هو أقدم من مؤتمر دافوس الصحراء. مؤتمر دافوس الصحراء بدأ في عام 2017 وتعطل العام الماضي نتيجة لأزمة كورونا، لكن المؤتمر دافوس الصحراء هو مؤتمر يكاد يكون إقليمي أكثر منه
دولي، هو طبيعة الحال متحدثين دوليين من مختلف الشركات الوول ستريت إلى آخره، لكن في طبيعته هو يتناول المشكلات العالمية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار المنطقة، خاصة بالنسبة لمنطقة الخليج التي تتجه مباشرة نحو تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن تصدير النفط الخام. هذا هو يعني ليست هنالك منافسة بين الاثنين، بالعكس أنا أعتقد مؤتمر دافوس الصحراء مكمل لمؤتمر دافوس المعروف، وأعتقد أن استمراريته تنبع من كونه يناقش موضوعات إقليمية تهم دول المنطقة على وجه الخصوص. هل الهدف المناقشة فقط؟ يعني هل هناك نتائج مرجوة ومتوقعة، نتائج واضحة من هذا المؤتمر، أم أنه من الممكن أن يختصر فقط على المناقشة وإبداء المواقف والمقترحات وما إلى ذلك؟ لا، هو بطبيعة الحال الاستفادة تكون من النقاشات التي تتم في إطار المؤتمر والتوصيات التي يتم الاتفاق، ليس الاتفاق عليها إنما إبرامها في ما بعد المؤتمر وكيفية الاستفادة منها. لكن نعرف جميعا أن المؤتمرات العالمية هنالك الكثير من مختلف الآراء، المتحدثون يختلفون في وجهات نظرهم، العصف الذهني هذا مهم جدا في هذه المرحلة، لأنه يعطي صانع القرار في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في إطار النمو الاقتصادي الجديد. جائحة كورونا غيرت من وجه الاقتصاد العالمي. الأمين العام للأمم المتحدة ذكر بأن لم نكن نتصور أن الاقتصاد العالمي ودول العالم هي بهذه الهشاشة بعد أن ظهر وانتشر مرض كورونا. أنا أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة، أمام الاقتصاد الرقمي، أمام مصادر الطاقة المتجددة، أمام العديد من النقاط التي سيتم جذبها للاستثمار في منطقة الخليج وبالذات في منطقة أو في المملكة العربية. ربما هذا هو المرجو في النهاية، هذا هو الهدف. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، دكتور محمد سرور الصبان المستشار الاقتصادي الدولي، شكرا جزيلا لك.